هاي يا جماعه، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا النهارده نعمل الكورن دوج بس في افتكاسه جديده، والمره دي هنستعين بصديق اللي هو بيكرولز. يلا بينا نشوف ازاي. اول حاجه هنحضر العجين اللي هيتغلف بيه الكورن دوج. هحتاج كوبايه دقيق ورشه ملح ومعلقتين بيكنج باودر صغيرين ومعلقتين سكر كبار، واقلب المكونات الجافه مع بعض، وبعدين انزل ببيضه وكوبايه لبن واقلبهم لحد ما يبقى القوام بالشكل ده، وانزل بيهم في كوبايه طويله. وبعدين هنستعين بصديق اللي هو بيكرولز، وهنا هنستخدم الطعم اللي احنا عايزينه. هنكسره بالشكل ده وهنحط كمان عليه معلقه نشا. هنا انا مجهزه الهوت دوج وحطهم في ستيكس، هنزل بيهم في العجينه اللي عملتها في الاول، وبعدين هغلفهم بالبيك رولز وهنزل بيهم في الزيت. وده الشكل النهائي، البيك رولز ادى للكورن دوج قرمشه وطعم تحفه. وممكن نستخدم اي طعم بيك رولز احنا حابينه. يلا جربوها وقولوا لي طلعت معاكم ازاي. ولو عجبتكم الافتكاسة دي ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان لفوا لفة كده في القناة هتلاقوا فيها افتكاسات جديدة. لو عايزين تعرفوا مقادير الوصفة دي ومقادير بقية الوصفات هتلاقوها على الانستجرام، وكمان لو عايزين تسألوني في اي حاجة هرد برضو على الانستجرام، هسيبلكوا اللينك تحت الفيديو في الديسكريبشن. يلا مستنياكم ومستنيه كل اسئلتكم. باي باي.